السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة، حلقة يعني حلقة مميزة، حلقة خاصة سميناها خليك في البيت. النهاردة بيشرفني زمايلي الكرام وحبايبي الأستاذ وليد عمارة مخرجنا الكبير، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بك. وبرضه كمان بيشرفنا بحضوره الكريم الاستاذ محمد عزت، برضه زميل واعلامي صاعد، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. مشاهدينا الكرام، قبل ما نبدا في موضوع حلقتنا النهارده ونقول خليك في البيت وليه تخليك في البيت وهنحكي كتير ان شاء الله سوا، وقبل اي حاجه نخلي بس مخرجنا الكريم الاستاذ محمد الارقام على الشاشه عشان معظم الجمهور بيطلب الارقام. ان شاء الله تعالى دلوقتي هنشوف الناس اللي زعلانه بتقول كل ده في البيت، ده انا اتخنت، ده انا كل يوم بتخانق مع المدام، ده العيال قرفوني، احنا مش عارفين نستحمل اسبوعين ثلاثه. في ناس بقالها سنين نايمه على السرير تعبانه ما بتعرفش تتحرك ولا بتعرف تاكل نفسها ولا تشرب نفسها، احنا نعمل ايه؟ انا اتعبت والله، اسبوعين كاملين قاعد في البيت وكلنا عمالين ننزل بوستات على الفيسبوك ومش عارف على ايه وعلى ايه وعلى جميع الوسائل كلها اللي احنا من نسخر من قعدتنا في البيت. استاذ مخرجنا في صوره الاول كده لشاب اسمه يوسف بورجي، ده من الجزائر، من ولايه تلمسان دائره فلوسن. ده صورته على الشاشه دلوقتي مشاهدينا الكرام، اكثر من 8 سنوات، اكثر من 8 سنين قاعد القعدة أو نايم النومة اللي انتوا شايفينها دي. تخيل نفسك وانت نايم النومة دي 8 سنين مش عارف تأكل نفسك ولا عارف تتحرك وفي مستشفى أكثر من 8 سنين وانت يا مؤمن مش عارف تستحمل أسبوعين ثلاثة في البيت علشان ربنا يزيح الغمة دي. أستاذن مخرجنا في صورة تانية لأستاذة اسمها دعاء صلاح الدين من اسكندرية، من ذوي الهمم، من مستخدمي الكرسي المتحرك، كان بتقول إن شاء الله ربنا مش هيساوي. الأستاذة دعاء على الشاشة دلوقتي من مستخدمي الكرسي المتحرك بتقول إن شاء الله ربنا مش هيساوي اللي صبر بقاله سنين طول عمره وهو قاعد في البيت مش عارف يتحرك واللي لسه مش عارف يستحمل أسبوع أسبوعين. أدي البوست بتاعها على الشاشة دلوقتي. شكرا أستاذ محمد. نبدأ مشاهدينا الكرام والأستاذ وليد حبيبنا ومخرجنا الكبير. استاذ وليد، حضرتك شايف في احنا دلوقتي فتره جامده قوي من وقتها في البيت، من وجهه نظر حضرتك هنستغل الوقت ده ازاي؟ والله طبعا احنا اليومين دول بنمر بازمه، يمكن ازمه عالميه وازمه خطيره جدا، ونتمنى اللي ربنا يعديه على خير. احنا بقالنا كتير قوي قوي قوي، انا عن نفسي مثلا يعني ما قعدتش في البيت او ما اعرفش حاجه عن البيت. كان زمان في حاجه اسمها لمه الاسره، يوم الجمعه يوم الخميس بالليل، الكلام ده كله الموضوع ده اختفى. دلوقتي كله قاعد في البيت ماسك التليفون تمام وقاعد، ولا كانه في حد مثلا قاعد جنبه، ده لو طلب ميه مثلا ولا حاجه من والدته ولا من مراته ولا حاجه، ده في الايام العاديه. في الايام العاديه عايزين نرجع تاني بقى نكلم بعض، بس دي هتبقى احلى حاجه ممكن تحصل في اليومين دول. يعني حضرتك شايف ان الموضوع والبلاء اللي احنا فيه والابتلاء من الله تبارك وتعالى شايفه ان هو في صالحنا؟ طبعا ربنا ما بيعملش حاجه وحشه. تمام، ده درس ربنا بيديه لنا، واخد بالك، عشان نتعلم منه حاجه. طب برضه حضرتك يعني هنستفيد ازاي؟ عندنا وقت كتير قوي، قول لنا حتى حاجه واحده بس كده ممكن نستغلها. بص، نصلح اي حاجه بايظه في البيت. هبوظها. جرب حاجات البسيطة. تمام، ده في ناس عشان تغير لمبة بتجيب الكهربائي. تمام تمام، يعني حضرتك يعني يتعلموا حاجة تنفع. طبعا تمام، ده رأي ويحترم. الناس تقرا. تمام، تقرا في الدين، تقرا في ترجع للكتاب تاني. انت شايف برضو دور الكتاب انعدم؟ طبعا، مفيش حاجة اسمها كتاب خلاص، ما عادش بيقرا اصلا، غير يعني الناس المثقفة قوي بقى اللي هي، لكن احنا خلاص ما الكتاب ده مين عنده كتاب، مين عنده مكتبه في البيت؟ خلاص ما حدش عنده مكتبه في البيت، القليل جدا. فاحنا نرجع للثقافات بتاعتنا بقى. تمام،
استاذنك الاستاذ محمد. استاذ محمد حضرتك شايف ايه بقى؟ يعني هنستغل الوقت كله ازاي؟ طبعا اكيد طبعا انت مقضي معظم الوقت اكيد في جيمز وكلام ده كله في البيت، انت دلوقتي هتستغل الوقت الكبير او ده ازاي؟ مبدئيا والله حابب اشكر حضرتك على تواجدي معاك النهارده. احنا يا فندم شرفتنا. ثانيا بالنسبه لاستغلال الوقت، اولا انا عايز اقول لحضرتك ان الشباب لها دور كبير في المجتمع ده مبدئيا. ثانيا بالنسبه للامور اللي بتمر بها البلاد حاليا، احنا عندنا وقت حظر من الساعه 7 لحد الساعه 6 صباحا. احنا كشباب المفروض ان احنا كنا بنسهر لحد الساعه 2 و3 و4. الوقت ده كله كنا بنقضيه على القهاوي، كنا بنقضيه على الخروجات، كنا بنحاول ان احنا نلعب نسلي وقتنا، نقضي اللي وراه حاجه يعملها. الوقت ده احنا حضرتك احنا بقينا موجودين في البيت، فبالتالي احنا عايزين نرجع شمل الأسرة الفترة اللي جاية. عايزين ان احنا نحاول ان احنا نبقى كرياتيف، نحاول ان احنا نقدم حاجة كويسة للمجتمع، خصوصا ان اولا يعني السوشيال ميديا اجتاحت المجتمع العربي كله. احنا من خلال السوشيال ميديا دي ممكن نقدم شوية افكار ايجابية للمجتمع، ممكن نحاول ان احنا ننميه. برضو مهما عدنا ومهما عملنا برضو هيبقى في وقت كتير. أكيد طيب طبعاً. يعني احنا برضو استاذن مخرجنا برضو يعرض الاتصالات علشان دي فضفضه للساده المشاهدين ومستني مكالمات حضراتكم. انا شايف يا استاذ وليد ان احنا عاوزين نعمل جدول نمشي عليه في خلال الاسبوعين دول. انت شايف؟ انا شايف ان من وجهه نظر انا يعني هتكلم عن تجربه شخصيه عملتها انا في بيتي وبدات بيها. انا ببدا اول ما يصحى الاولاد من النوم نصلي، بعد كده نقرا قران، بحفظه يعني بسمع لهم الماضي، ثم نشوف ايات جديده ونبدا يعني اقراها لهم ثم يحفظوها. وبعد كده اللي عاوز يلعب جيمز يلعب، اللي عاوز يتفرج على كرتون يتفرج، اللي عاوز يعمل حاجه يعملها، ويومنا بطريقه نشوف برضه كتاب نقراه زي حضرتك ما قلت. ده اللي انا عملته. انت وجهه نظرك ممكن نعمل حاجه ثانيه؟ نعمل جدول زي ما انت قلت فعلا، واخد بالك؟ نعمل جدول للدين، للثقافه، للعلوم، للهوايات بتاعتنا بتاعت زمان. فين الناس اللي كانت بترسم؟ في حاجات كتير قوي احنا افتقدناها ما بلاش نعملها. طب اللي حضرتك شايف الـ يعني ايه، في حاجات سخريه كتير قوي على فيسبوك وعلى معظم يعني مواقع التواصل، وسخريه بقى، ده انا عملت كذا، ده انا هنتخانق، ده انا كرشت، ده انا عملت، ده انا كلام من كله. انت شايف حضرتك هل يعني احنا في وقت ممكن يعني ينفع يعني السخريه فيه دي؟ يعني فعلا الناس الناس بتموت، في ناس مش مقدره، الناس بتموت للاسف، في ناس مش مقدره الموقف اللي احنا فيه. طبعا احنا الموقف اللي احنا فيه ده موقف مش يمكن من اخطر مواقف اللي ممكن تمر يعني علينا. تمام، استاذنك بس نكمل بس بعد الاتصال ده. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته استاذنا. اهلا وسهلا. مين يا فندم معايا؟ مروان عبد الشافي مع حضرتك. استاذ مروان اهلا وسهلا، الاعلام الكبير، اهلا وسهلا بحضرتك. دائما منورين بنورك والله وبوجودك. الله يرضى عنك. بسم الله ما شاء الله، حلقه رائعه جدا جدا جدا. الله يكرم. طبعا استاذنا الكبير استاذ وليد عماره والاستاذ محمد عزت يعني دائما منورين الدنيا كلها. يا استاذ مروان حضرتك شايف احنا يعني ممكن يعني نستغل الوقت ده ازاي بما يرضي الله تبارك وتعالى وينفعنا في دنيتنا وفي اخرتنا؟ والله زي ما قال استاذنا الكبير الاستاذ وليد ان احنا لازم نستغل الوقت ده، بدايه القراءه. تمام، وحبذا لو كان القراءه في كتاب الله عز وجل. تمام، والاطلاع دائما وتوسيع المدارك دائما وابدا. طبعا المفروض ان احنا نهتم بالترابط الأسري. تمام، يكون في ترابط أسري. أنا بضم أيضا صوتي للأستاذ محمد عزت، بقول إن إحنا كنا دايما مضيعين وقتنا في القهاوي وهنا وهنا وهنا. لا، لازم في يكون في وقفة مع النفس، وقفة مع الذات. هنعمل إيه؟ فيروس كورونا رجعنا إلى الطريق الصحيح. تمام، إن إحنا لازم نغير من نفسنا ونغير من اسلوبنا ونغير من حياتنا اليوميه. تمام، شوف انت هتعمل ايه، شوف غيرك بيعمل ايه. زي ما حضرتك قلت ان في ناس نايمه على السرير ليل نهار مش عارفه تتحرك،
خد عبره وعظه وغير من اسلوب حياتك. تمام، متشكرين جدا استاذ مروان، ويعني مداخله محترمه من انسان محترم. مشاهدينا الكرام، زي ما حضراتكم شفتوا، عايزين نعرض يعني اكثر من صوره استاذ مخرجنا الكبير لبعض بقى ايه السلبيات بتاعت الفيسبوك، ويسخروا من القعده في البيت، ويسخروا من الناس اللي هتتخن، ويسخروا من واحد بيدي شيشه للي تحت في الدور اللي تحتيه، وحاجات غريبه قوي كده. استاذ مخرجنا محمد شحاته يعرضها لنا. الاستاذ محمد شحاته، طب ماشي، لما تجهز الصورة حاضر. ماشي أستاذ محمد، احنا قلنا نعمل جدول، بس بصراحة بقى، انت كنت بتقضي قبل كده ازاي، وهتقضي ازاي بعد كده؟ والله حضرتك خير العارفين، انا مبدئيا انا مش عارف حاجة من شغلي لبيتي ومن بيتي لشغلي. أيوة، انا ما بحاولش ان انا اعمل حاجة اكتر من كده. كل اللي انا بعمله ان انا برضو بحاول. طلع الايمان دلوقتي؟ ايه الايمان طلع دلوقتي؟ لا الايمان ما طلعش دلوقتي. انا بقول لك حضرتك سيدي العارفين، يعني انت عارف من البيت للشغل ومن الشغل للبيت، ما بنعملش حاجه اكتر من كده. كل اللي عايزين نعمله بس الفتره اللي جايه ان يا جماعه نحاول بقدر الامكان ان احنا نشتغل على نفسنا اكتر. نحاول، على فكره في دروس وماتيريالز كتير موجوده سواء على اليوتيوب او على مواقع التواصل الاجتماعي، ممكن نحاول ان احنا ندرسها، ونحاول ان احنا نفكر فيها، نحاول ان احنا نستوعب اكبر قدر من الامكان من المعلومات ديت. بالنسبه للحاجات اللي احنا ممكن نتعلمها، في حاجات كتير جدا، في الديزاينر، في يعني في الامور الحياتيه كلها ممكن ان احنا نتعلم. مفيش اي حاجه من الحاجات اللي ممكن تتخيلها الا وهي موجوده على السوشيال ميديا او موجوده على اليوتيوب او غيره. ممكن ان انت تبقى حد كرييت، تعمل انت محتوى تفيد الناس، تفيد المجتمع بالمحتوى ده بما انك قاعد فاضي. على فكره يا جماعه، الحكايه برضو بتبتدي بحاجات بسيطه جدا، ممكن بكاميرا موبايلك، او ممكن بحاجات بسيطه خالص تقدر ان انت تطلع محتوى نظيف تعلم بيه الناس، توعي بيه غيرك. طب نكمل بعد اذنك يا استاذ محمد، بس ناخد الاتصال ده. مفيش مشكله، اتفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. ظاهر ان انقطع الاتصال. استاذ وليد، ده بالنسبه للحاجات اللي احنا هنعملها بالاسره كده. انت بالتعليم، شايف ان التعليم خلاص من اسبوعين اجازه، والامتحانات من ثالثه ابتدائي لحد من ثانيه ابتدائي لحد تاني اعدادي خلاص. انت شايف احنا ممكن نعمل ايه للطلبه، وخاصه الاعلام؟ يعني انا عاوز حضرتك تقول احنا ممكن نعمل ايه في البيت، والاعلام يعمل ايه للناس عشان يفيد الطلبه. طبعا الاعلام دوره مهم جدا في الفتره اللي جايه دي، عشان هي وهو الحاجه الوحيده اللي هتبقي او هتعلم الناس. اولا انا بشكر طبعا التلفزيون المصري اللي هو في ظل الظروف اللي احنا فيها دي، في ظل اربع ساعات رجع تاني قنوات التعليميه. طبعا ده قطاع التلفزيون وقطاع القنوات المتخصصه، ودي طبعا دي حاجه مش جديده على التلفزيون المصري. أكيد طبعا. اللي هو يرجع بال، احنا كان عندنا اكتر من 11 قناه تعليميه. خلينا نقول اللي احنا داخلين العصر ده ما بقاش برضو، يعني للاسف، يعني عكس الكلام اللي انا كنت بقوله على الكتب، بقى الكتب اللي احنا النهارده التعليم بقى التعليم كله عن بعد عامه، يعني واخد بالك، ما بقاش يعني معظم الكليات اللي احنا بنسمع عنها بره. تمام تمام، ما بقتش الحضور ومش عارف ايه. طب المرحله اللي هي مرحله التاسيس، اهم مرحله هنعمل فيها نفس الحكايه ده. بص اصل دي حاجه هنكمل مرحله التاسيس بس بعد هذا الاتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايوه يا فندم. ازي حضرتك يا استاذ محسن؟ معاك محمد من الشرقيه. اهلا وسهلا بحضرتك. طبعا منور الشاشه انت ومخرجنا العظيم الاستاذ وليد عماره والاستاذ محمد عزت. وطبعا شايف الموضوع الشكل اللي حضرتك بتتكلموا فيه. انا والله من رايي ان الحكومه موفره كل السبل لمعالجه انتشار الفيروس، بس الشعب عفوا مش مساعده على دوت. بعض التجمعات برضو والشاشه المنتشره والناس اللي بتبحث عن الشاش برضو، ويعني طب حضرتك شايف موضوع الحظر الجزئي تمام؟ يعني الشعب هيستجيب؟ هو لغايه دلوقتي الشعب يعني 50% لا يستجيب، مفيش استجابه زي ما انت لا، وبعدين في غرامه دلوقتي. ما هو مفيش يا مرحمين خلاص. يعني المفروض ان انتشار الفيروس ده ما يسيب الشعب، هو بيسيب الشعب قبل الحكومه. يعني المفروض انت تخاف على نفسك من غير عقوبات. تمام. نشوف المجتمعات
الاخرى هي بتنفذ اي حاجه لانها بتحمي نفسها، مش تمام. مستنيه عقوبه او حاجه عشان تتفرض عليها عشان تنفذ التعليمات. تمام مفيش تمام في اي شعب وائل الشعب المصري اللي لازم يتفرض عليه حاجه عشان يخاف منها. تمام، متشكرين جدا، شكرا. متشكرين جدا. في اتصال اخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يمين فهمت معايا، اتفضل. ازيك يا استاذ محسن؟ الحمد لله رب العالمين. مين معايا؟ والله معاك مصطفى، مصطفى كمال. اهلا استاذ مصطفى، اهلا بيك يا استاذ محسن. اخبار حضرتك؟ اخبار حضرتك؟ والله انا سعدت جدا لما شفت حضرتك وشفت مخرجنا الكبير الاستاذ وليد عماره، طبعا الله يكرمك حبيبي، الله يخليك، اللي احنا كلنا بنتعلم منه. استاذ مصطفى، حضرتك اتفضل. يعني شايف هنستغل الوقت ده ازاي في البيت؟ والله انا بضم صوتي لصوت وليد عماره. هو كله عايز يضم صوت الاستاذ وليد عماره، هو في انا رحت فين يا جماعه؟ مش عايز يهتم بالسبب. طب انا موجود والله، والاستاذ محمد موجود. لا ما انت سيبنا اكمل كلامي بقى يا استاذ محسن. طب ماشي اتفضل. بضم صوتي للاستاذ وليد عماره الاول، ونفسي صراحه اشوفه على الشاشه على طول، لان انا بصراحه لما شفته النهارده ما بصورش مدى فرحتي وسعادتي بيه وبكلامي بصراحه وبكلامه. لا لا، الاستاذ وليد راجل قديم ومخضرم مش زينا. الاستاذ وليد ما شاء الله عليه، وطبعا الاستاذ محمد عز طبعا ما نقدرش ننساه وكلامه الرائع بصراحه. ولكن استاذ مصطفى، نقطه ثانيه استاذ مصطفى، انت ما قلتيش برضه لحد دلوقتي، قعدت تثني على الاستاذ وليد وتثني على الاستاذ محسن وتثني على الاستاذ محمد، عايزينك تدخل في الموضوع تقول لنا هنعمل ايه او انت هتعمل ايه بالظبط. انا عايز اشير نقطه مهمه اخرى خالص غير اللي حضرتك بتتكلم فيها، الا وهي ان احنا طبعا الفتره اللي فاتت دي ادينا ان نقدر نحس واللي بتعمله في البيت. طبعا كان كل وقتنا كله بره، وفي الشغل من البيت للشغل ومن الشغل للبيت، وتقريبا وقت قليل كنا بنقضيه جدا في البيت. ولكن مع جلوسنا طبعا في البيت وشفنا الاولاد وشفنا قد ايه الزوجه بتتعب. استاذ مصطفى، عرفنا والله ان المراه بتتعب والله، وتاكدنا من كده كويس قوي، بس يعني حضرتك الاسبوعين اللي فاتوا، احنا قضينا اسبوعين اهو، لسه فاضل اسبوعين، عملت ايه وهتعمل ايه؟ والله انا حاليا ببتدي ان انا انمي ثقافتي حاليا في مجال شغلي. تمام. ابتديت اخد كورسات اونلاين عن مجال شغلي بتاعي، ابتديت ان انا اتعلم مهارات جديده اطور من نفسي، وطبعا ده وقت كويس جدا يعني بصراحه، يعني الوقت ده الواحد استفاد بيه جدا. تمام يا استاذ مصطفى، بس لكن الاولاد بقى، يعني عملت ايه مع الاولاد؟ قاعدين يلعبوا في البيت؟ انا ابتديت اذاكر لهم بس للاسف مش معاهم بصراحه. تمام، متشكرين جدا استاذ مصطفى، وسعداء جدا باتصال حضرتك. في اتصال تاني. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ محمد؟ الحمد لله رب العالمين. مين معك؟ انا من دسوق حضرتك. دسوق كفر الشيخ. استاذ محمد كفر الشيخ. اهلا وسهلا بحضرتك. ايه الاخبار؟ انا الحمد لله. ازيك يا استاذ محمد؟ عشان بس نعرف بس الساده المشاهدين والاستاذ وليد والاستاذ محمد، ان حضرتك يعني من مستخدمي الكرسي المتحرك. ايوه. وطيب يعني عملت حاجات لرمضان بقى ولا لسه؟ طبعا عملت حاجات لرمضان ولا لسه، عشان بس الساده المشاهدين. طبعا انا بشتغل حاجات يا استاذ وليد. الاسبوعين دول مستخدمي كرسي متحرك وبتشتغل تريكو وحاجات كده. ما شاء الله، الله اكبر. ماشي، اتفضلي اتفضلي، بس بعرف الاستاذ وليد ده استاذنا ومخرجنا يعني. وان شاء الله الحمد لله انا بشتغل، وما اديتش الاسبوعين دول فيهم اهتمام ليا ان انا اشتغل فيهم وانتج فيهم، رغم ان انا قاعده في البيت، وزي اللي بيقول احنا قاعدين في البيت وزهقانين. لا بالعكس، قاعده في البيت طالما في حاجه انا بقدر اعملها وبنتج بيها الحمد لله، ده شيء كويس جدا وشيء ايجابي يعني. يا استاذه نجوى، استاذه نجوى، يا استاذ نجوى، يعني تقولي ايه للناس اللي هم يعني مش من مستخدمين الكرسي المتحرك زينا كده وزهقانين قوي كده وان هم قاعدين شويه في البيت؟ حاجات كتير جدا الانسان ممكن يعملها، بس للاسف احنا بنستسهل وان يكون تعب تقيل في البيت، بس بالعكس بيكون حاجات إيجابية كتيرة يعني. أنا عندي والدي ربنا يفتحها دايما بيستغل النقطة دي، وبيقرا قرآن، بيحفظنا، بيقعد معانا، فدي حاجات مش وحشة يعني،
بس الناس تمام. للاسف بتتفشل في الجو وخلاص، بيستغلوها اكل وخلاص يعني. طب انت في الحظر وفي مشكله يعني انتشار الفيروس والكلام ده، عملت ايه الايام اللي فاتت؟ عملت اللي انا قاعده طبعا في المعقول، والحاجات اللي احنا بنعملها في البيت، واستغليت طبعا ان انا بشتغل، وربنا يخلي برضه في البيت طيب يا استاذه نجوى، الشبكه معلش استاذنك بس الشبكه ضعيفه، وعاودي الاتصال بينا مره اخرى. متشكرين جدا. في مكالمه اخرى. السلام عليكم. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين. مين معايا؟ الاستاذ مين معايا؟ عمرو معاك. اهلا استاذ عمرو. اهلا وسهلا. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين. تمام. والله يا فندم، بالنسبه دلوقتي احنا كلنا قاعدين في البيت، طبعا البرنامج بيعبر عن اللي احنا فيه. تمام. ف يعني كنا الحاجه بتغلى، يعني انا بتكلم طلعت معلش بره الحاجه اللي احنا فيها، بس بالنسبه لحاجه غريبه. اتفضل. يعني الارياف لازم يكون عليها رقابه جديده. الارياف؟ الارياف لازم يكون عليها رقابه جديده جدا. تمام مظبوط. يعني انت شايف ان في بعض المخالفات في الارياف؟ يا باشا كتيره جدا 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 جدا، من هنا لغايه الصبح. طب انا يا استاذ على فكره انا لسه جاي من يومين ثلاثه من دمنهور قريه يعني، وكانت كويسه والحمد لله رب العالمين. لا يا فندم، انا مركز البط رشيد، قريه العزيزيه، الحاجه فيها بتبقى الضعف، اللحمه ب 80 النهارده ب 110 ب 120 و 100. ده يعني والله انا بضم صوتي لصوت حضرتك وبقول يعني رساله اهوت على الهواء مباشره للسيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الداخليه، يا ريت نشوف نبص على الارياف شويه بعد اذنكم. متشكرين جدا استاذ عمرو، متشكرين جدا. معلش عشان المكالمات بس، في مكالمه اخرى. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. مين معايا يا فندم؟ استاذ محسن من حضرتك، طارق حنفي. اهلا وسهلا بحضرتك. هناخد فاصل بقى معاك، هنقول انشوده كده. اتفضل اتفضل استاذ طارق. تنشوده عن كورونا بقى ولا نشوده عن ايه؟ انشود عن ايه؟ انشود فضفضه كده. فضفضه؟ ما هو يوم ليله فضفضه بس يعني. هنقول له بقى الفضفضه. بس قبل الفضفضه، انت عملت ايه في الاسبوعين اللي فاتوا وهتعمل ايه في الاسبوعين اللي جايين؟ ونستغل الوقت ده ازاي؟ بس سريعا سريعا عشان الساده المشاهدين بس والمكالمات. طيب انا والله استغلته في مجال، يعني عموما باخد كورسات توزيع، هندسه صوت، كلام زي كده. تمام استاذ طارق. مجال يعني وكده. تمام تمام. نخش في الموضوع. طب ممكن طب تقولي الانشوده ده بقى طالما ان اتفضل. في ناس بنشوفها مره وتعيش جواك سنين، وناس في كل مره بتشوفها تقول دي مين، وناس بتسيب حاجات، وناس تاخد حاجات، وناس ويا الساعات بتروح وتسيب حنين. شكرا استاذ طارق، شكرا شكرا. بعيدنا عنكم شويه. ولا يهمك. استاذ محمد عزت، حضرتك لسه بتدرس. اكيد طبعا. شيء جميل جدا مشاهدينا الكرام ان الاقي طالب وشغال في الاعلام، شغال في الاخراج، وشغال في المونتاج، وشغال وشغال وشغال، يعني بسم الله ما شاء الله. بتوزع وقتك ازاي بقى بالمذاكره والاعلام والاخراج والمونتاج والتصوير والحاجات ده كلها؟ هو مبدئيا انا لو اتكلمت عن نفسي، انا يمكن اقل شاب من الشباب الموجودين في المجتمع. يعني مش هقول ان انا بحاول ان انا اخترع او بحاول ان انا اوفر وقت، لا، وقتي زي وقت اي حد. بحاول ان انا برضو اكثف وقت في شغلي، بحاول ان انا اهتم بشغلي وبدراسه شغلي وافهم وكاريت اكتر واشوف الدنيا ماشيه ازاي. برضو في نفس الوقت مش مهمل جانب الدراسه، وخصوصا ان انا بدرس في كليه الشرع والقانون جامعه طنطا ازهر. ازهري. ما بحاولش ان انا اهمل برضو جانب الدراسه، لا، بحاول ان انا اوازن ما بين الجهتين، يعني ما بحاولش ان انا اهمل لا هنا ولا هنا، بحيث ان انا اكون في الامور يعني في الوسط. تمام تمام. بس استاذ وليد، يعني الفقره يعني قربت على الانتهاء، عايزك بقى رساله كده لابنائك بقى اللي صاعدين كده في الاعلام،
تقول لهم ايه، وخاصة في ظل الظروف ديت اللي احنا معلش قعدنا في البداية في الإعلام نقول لا ما فيش حاجة، أنا حقيقة صح ولا؟ أنا أعترف لما فوجئنا بالإيه؟ بالمشكلة وانتبهنا مؤخرا، تقول لهم ايه كده الإعلاميين وخاصة بقى مقدمي البرامج؟ الصدق وتحري الدقة، ومش أي حاجة نطلع نقولها على الهواء. الموضوع ده وخصوصا واللي بيسهل لنا طبعا الموضوع ده السوشيال ميديا النهارده، اي حد بيكتب كلمه وفي ناس للاسف بتصدق، يعني واخد بالك ازاي؟ ناس كتير. طبعا الحكومه ليها دور كبير جدا في مكافحه هذا الموضوع. كل شويه مجلس الوزراء بينزل تكذيب بس هي المشكلة الناس بتصدق السوشيال ميديا دلوقتي أكتر من الميديا عامة يعني، أو أكتر من الإعلام. ما هو معلش أنا 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 يجي يوم مثلا يعني ما كنتش صادق صح؟ أكيد أنت خلاص بقى يعني هتبعد عني، وده محسن بيكذب خلاص مش هتتفرج عليه صح ولا لأ؟ تمام. واحد بيجيب لي المعلومة لحد عندي صفحتي مثلا أو واحد مشترك معايا خلاص، مش حتى لو كذب مش هصدق اللي بيقول في التلفزيون حاجة وهصدق السوشيال ميديا، تمام كده؟ بس انا عندي عقل يعني، هي المشكله الواحد بيسمع يعني انا وانا جاي مثلا ولا وانا قاعد دلوقتي على الـ على الـ على الفيسبوك مثلا، ساعات بتسمع حاجات وساعات بتشوف حاجات، واخد بالك يعني العقل البسيط العادي يعرفها، لا يمكن هتصدق حاجه زي كده. للاسف في ناس بتصدق، وهتعمل ايه؟ ما هو يعني مفيش، هو لو كان في معلش يعني لا النهارده بص انا طالع على الشاشه، انا طالع على الشاشه لو كذبت مره شكرا ده انا اعرفه كده، ما اقولش والله لو على لو مش هشتغل ما اقولش على صدق. تمام تمام. لا انا بتكلم دلوقتي على موضوع مثلا زي الاشاعه مثلا، واخد بالك؟ النهارده الدوله بتعمل مجهود ما حدش يقدر ممكن يتخيله، انت واخد بالك ازاي؟ واخيرا النهارده عندك بيانات رسميه بتطلع حقيقه. تمام. يعني كل البيانات اللي بتطلع، واخد بالك؟ وعايز اقول لك يعني مثلا سيبك من موضوع كورونا، مثلا موضوع الامطار اللي حصلت في الفتره اللي فاتت دي وهيئه الارصاد، واخد بالك؟ انا لقيتها بعتت مثلا ايه للنوادي، واخد بالك؟ هي دي بقى دور الدوله اللي بجد، انت واخد بالك ازاي؟ الاعلام سلاح خطير جدا، وللاسف في ناس طبعا واخد بالك بتستخدمه ضد اللي بيحصل. النهارده الدوله فيها او بتعمل مجهود فوق ما حد يعني، الموضوع اصلا يعني سيبك موضوع فيروس والله انا فعلا يعني شايف ان في مجهود جامد. منظمه الصحه العالميه قالت لك ان نسبه الشفاء في مصر، واخد بالك يا استاذ علي، اعلى نسبه في مستوى العالم، على مستوى العالم. تمام. ده لسه اخر بيان من منظمه الصحه العالميه. خلاص ما تتخانق معايا، والله مصدق. لا هو فعلا يعني المجهود يشكر الدوله يعني، بس في يعني الحظر الجزئي ده يعني مثلا معلش بعد اذنك، يعني هو الفيروس هيجي بالليل ولا بالنهار؟ لا لا لا، هو موضوع طبعا ملوش دعوه بحكايه بالليل ولا بالنهار، بس هو مراعاه الظروف الاعمال و و و و انا عارف طبعا. احنا ما انا هقول لحضرتك حاجه، هو دلوقتي يعني مثلا ايه الحكومه او المؤسسات الدوله، واخد بالك، ادت مثلا للناس اللي عايشه مثلا يعني زي حضرتك مثلا جاي من دمنهور وشغلك في القاهره مثلا، اديتك اجازه. تمام. انت واخد بالك ازاي؟ في ناس برضو بيقول لك لا انا لازم انزل. لا خلاص، ايه انت خدت اجازه، اقعد في بيتكم بقى. طب ماشي، الناس اللي في القاهره والجيزه كتير برضو. انت لو شفت صور المترو، انا شفت وانا جاي بالمواصله، انا وانا جاي واخد بال حضرتك الساعه 5 و6 انا شفت منظر فظيع. وانا عدد العربيات اللي موجوده ما يكفيش عدد الناس اللي واقفه في الشارع. انا شفت امبارح يعني وانا مروح مثلا الساعه حوالي 9:30 امبارح بالليل ساعه الحصر، واخد بالك، انا شفت ناس كتير جدا ماشيه على رجليها، يعني في طريق السويس، انت واخد بالك ازاي؟ طب انا عارف ان مفيش مواصلات. طب خلاص ماشي يا استاذ وليد، انا استكمل ان شاء الله بعد هذه المداخله. السلام عليكم. عليكم السلام استاذ احمد. وائل معاك يا استاذ محسن. وائل كامل من القاهره. اهلا استاذ وائل، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. صراحه فضفضه جميله ويوم جميل، وربنا يستر على شعب مصر وربنا يستر علينا ان شاء الله يا استاذ وائل، هنعدي الازمه دي على خير ان شاء الله. امين يا رب. استاذ وائل حضرتك يعني معلش، انت في يعني في اجازه ولا بتروح يومين شغل وتروح يعني بتعمل ايه بالظبط؟ نظامك ايه في الحظر ده؟
والله انا موجود مع اولادي في البيت، وهي فرصه حلوه ان احنا نعلم اولادنا الدين بتاعنا ونصلي بيهم جماعه في قلب البيت، ما دام مش هنقدر ننزل المسجد وندعي واحنا في بيتنا. تمام. فدي حاجه يعني كويسه قوي ان احنا نبقى مع اولادنا في بيتنا ومع الاسره كلها ونعلم اولادنا ونعلم بيتنا. تمام تمام. استاذ وائل، انت شايف يعني ان الكورونا ده يعني قربنا شويه يعني اسريا؟ طبعا قربنا من اولادنا، قربنا من زوجاتنا، ومدين مدين قبل كل شيء. بس احنا كنا بعيد عن ربنا. اكيد اكيد. بس في حاجه يا استاذ وائل، معلش بعد اذنك، يعني انت دلوقتي بتشوف اللي الناس بتموت وفعلا متاثر، بس بعد الشده دي ما تزول، هل هنرجع ولا هنتعظ؟ لا طبعا، يا رب يا رب الناس تتعظ ونبقى يعني اقوياء ونرجع للناس اللي ما بتصليش تصلي، والجوامع تتملي زي الاول، وربنا يعدي الايام دي على خير يا رب. يا رب يا رب. شاكرين جدا استاذ وائل، ويعني مبسوط جدا بمداخله حضرتك. استاذ محمد، دور الشباب بقى سريعا كده، يعني انت حضرتك من وجهه نظرك الشباب ممكن يساعد بايه في هذه الفتره؟ اولا الشباب لها دور سلبي ودور ايجابي في الفتره اللي احنا مرينا بيها في فتره فيروس كورونا. في بالنسبه للدور الايجابي اللي هم قابوا بيه، الحملات التوعيه، حملات النظافه، حملات التطهير، كل ده دور ايجابي قاموا بيه. اتمنى ان الشباب تعمل كده. الدور السلبي ان انا شفت كذا فيديو لكذا شخص نازلين تجمعات، مظاهرات، حاجات غريبه كده بتحصل. يا جماعه انتوا عايزين تتقربوا لربنا، تقربوا لربنا بالسبل اللي اتاحها ليكم. تمام. انت لو راجل عايز تتقرب من ربنا، عايز تمارس حياتك الدينية بأي شكل أيا كان، مارسها في بيتك بس. تمام. ويعني أستكمل برضو بعد المداخلة دي. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي حضرتك يا أستاذ محسن؟ الحمد لله رب العالمين. معايا؟ مع حضرتك حسن فتحي. استاذ حسن، ممكن بس نوطي التلفزيون بعد اذنك؟ ماشي يا فندم. انا بحيي حضرتك وبحيي الضيوف الكرام اللي مع حضرتك. الله يكرمك، والله تشرفنا بحضرتك والله يا استاذ حسن. شكرا يا فندم. انا معلش يا استاذ محسن، انا حاسس ان احنا كلنا سلبيين في موضوع الفيروس. جدا طبعا طبعا. معاك يعني والله معاك. كزحام، زحام في المترو، زحام في مصر كلها، اسواق في مناطق شعبيه. تمام تمام تمام. حضرتك برضه لسه بتسمع من التلفزيون؟ الحمد لله. احنا بنقول لسه بتسمع من التلفزيون بس في سلبيه. تمام. استاذ حسن، انت يعني بتعمل ايه في البيت في الايام دي؟ والله اسمع، انا شغل طبيعي جدا، يعني ما اديناش اجازه في الشغل، بنزل شغل طبيعي جدا، في زحام في المواصلات، في زحام في الاسواق الشعبيه. ممكن ابعت لحضرتك صور من البلد من عندنا دلوقتي، الناس رايحه جايه في الشارع، ففي سلبيه جدا. تمام. استاذ حسن، يعني انت شايف يعني الحل ايه؟ يعني الحظر الجزئي ده، انت شايف حضرتك شعب مصر كله معتمد ان على ستر ربنا. تمام. طيب انما الواحد بيشوف دول ثانيه ومتقدمه عننا علميا ومتقدمة، والله احنا انت حضرتك شايف ايطاليا كان كده، ايطاليا دلوقتي ده ستر ربنا. ايطاليا كانت نفس الموضوع كده عندنا في اول اسبوعين، وشوف حصل فيها ايه. فلا بد نتعظ ولا بد ان نعتبر، صح ولا لا؟ متشكرين جدا استاذ حسن. معنا مداخله اخرى. السلام عليكم. الناس اللي كانت السلام عليكم. فصلت المكالمه. نستكمل يعني عشان برضو الوقت. كلمه اخيره كده توجهها للشباب. زي ما قلت لحضرتك، اللي عايز يتقرب لربنا يا جماعه، التجمعات دلوقتي احنا قلنا نحاول ان احنا نخفف من التجمعات، قلنا نحاول ان احنا نحافظ، نحاول ان احنا نعقم نفسنا ونعقم ايدينا. الناس اللي بتحافظ على الصلوات الخمسه يا جماعه، لو بتتوضوا وبتصلوا للخمس صلوات اكيد يعني ربنا هيبعدكم عن العدوى ديت. يعني الناس اللي عندها وقت فاضي مش عارفه انها تستغله في اي حاجه، زي ما قلت لحضراتكم، انتم ممكن تتفرجوا على اي حاجه على السوشيال ميديا، تتفرجوا على اي حاجه على اليوتيوب، حاجه مسليه، حاجه تتعلموا منها اي شيء. وربنا يوفق الجميع ان شاء الله. شكرا. استاذ وليد، كلمه اخيره كده.
خليك في بيتك مش عشانك، عشان اهلك، عشان والدتك، عشان والدك، عشان ابنك، عشان بنتك. فعلا موضوع خطير بجد والله. خليك في بيتك وهتستفيد. شرفتنا وبجد يعني انا يعني من افضل ومن احسن الحلقات ان الاستاذ محمد والاستاذ وليد يعني معايا، وشيء يشرفني حقيقه بجد. كتير اتعلمنا من الاستاذ محمد وكتير برضه اتعلمنا من الاستاذ وليد وكتير الاستاذ محمد. معلش العمليه دخلت في بعضها. ماشي. مشاهدينا الكرام حقيقه والله يعني كنت وحشيني جدا. كنت يعني كنت نفسي اقابلكم من زمان في حلقه من الحلقات، ويعني ربنا سهل حاله وتقابلنا. يا ريت كل الناس تخليها في بيتها، يا ريت تخلي الناس في بيتها. المخرجنا بيقول يعني لسه في شويه وقت. طب كويس، يعني انا نفسي يعني افضفض انا بقى شويه للساده المشاهدين، وخاصه انا يعني من دايما كنت بقدم برنامج لذوي القدرات الخاصه، وخاصه مرضى ضمور عضلات. يا شباب مرضى ضمور عضلات قاعدين في بيتهم، قاعدين كتير 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 جدا بقالهم سنوات. اعرف ناس مش ما بيعرفش والله، ما بيعرف ياكل نفسه والله، ما بيقدر يتحرك من على السرير. احنا مش عارفين نستحمل اسبوعين. المفروض تخليك في بيتك، مالكش يعني مالكش شغلانه في عدم وقت الحظر، يعني في شغلانه روح خلصها وارجع بيتك واقعد. قبل ما تدخل البيت تغير هدومك، تستحمى، اي مطهر، اي تأمن نفسك، وبعد كده تسلم على ايه؟ على اولادك. ما تدخلش من البيت تروح تسلم على اولادك على طول وانت مسكت حاجات في الشارع، وانت جزمتك برضو فيها من الشارع. سيب الجزمه بره البيت. ما تدخلش، لابد تطهر نفسك الاول وبعد كده تبقى تسلم على اولادك، وخاصه في برضو لو والدك كبير ووالدتك كبيره نفس الموضوع، علشان اكثر عرضه للفيروس ده اكثر عرضه الناس الكبيره. أساسا حضرتك بس في الدقيقة الأخيرة، لا أنت أدايا كتير أوي، اتفضل. أنا بس في حاجة كنت عايز أقولها في آخر الحلقة يا جماعة. من علمني حرفا صرت له عبدا. لا أنا ما بحبش كده. أنا بشكر كل من علمني شيء وهو تاج على راسي من فوق. بشكر مخرجي الكبير والعظيم أستاذ وليد عمارة، علمني كتير، ما بخلش عليا بأي حاجة، إداني كتير من علمه، ربنا يكرمه يا رب ويوفقه في حياته. بشكر كل الناس اللي علمتني. انا مش عايز اذكر بس اسماء اي حد علشان ما انساش. عشان الاستاذ وليد قاعد معايا. ايه؟ عشان الاستاذ وليد قاعد معايا. فبجد شكرا شكرا لكل حد علمني حاجه. يعني الاستاذ محمد بجد انا مبسوط باللي انت قلت الكلام ده، وعلشان خاطر الكلمتين دول وعشان انا هنهي يعني، انا نفس الحكايه برضو اشكر كل من علمني حرفا، وخاصه في مجال التاسيس. وان شاء الله تعالى في الفتره اللي جايه دي اللي احنا اجازه الناس اجازه فيها، هدي توعيه بسيطه لاطفالنا عشان ما ينسوش القراءه والكتابه ان شاء الله تعالى. ان شاء الله باذن الله. شرفتونا، وان شاء الله على وعد بلقاءات اخرى كثيره ان شاء الله تعالى. ان شاء الله باذن الله. مشاهدينا الكرام يعني سعدت بلقائكم، والى ان التقي بكم مره اخرى استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.